ولذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله، كما في صحيح مسلم، وزاد غير مسلم كالترمذي وغيره: وكاتبه وشاهديه. يعني الكاتب اللي ما له شيء مجرد يوثق عقدا ربويا، والشاهد ما له شيء لكن اسمه ساعد، وإذا قال: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلعنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده. والآن بعض الناس يعتذر يقول: أنا ما أكلت الربا، البنك هو اللي يأكل الربا، أنا ما أكل، أنا أدفع الربا، هو اللي يأكل الربا. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله آكله وموكله، الآكل ملعون والموكل ملعون، فنحذر. والآن تساهل الناس في هذا بحجتنا كلنا بيصير تاجر، مو مهم عنده شلون يصير تاجر، فيتساهل في موضوع الربا. وفي حديث عظيم جدا خطير جدا، بس الحمد لله أنه مو صحيح، وإن كان البعض حسنه لكن ظهره لا يثبت، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو: يأتي على الناس زمان من لا يأكل الربا يصيبه غباره. وهذا الآن هذا شبه واقع الآن، الذي لا يأكل الربا يصيبه غباره، يعني يصيب شيء منه، فنحذر من هذا، أعاذنا الله وإياكم من الربا.